أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.